ايوه لحظه واحده يا اسلام. بيه مش معقول، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل يا باشا اتفضل. هي دي شقة ولا استوديو؟ يعني يا باشا من ده على ده، حضرتك عارف بقى الفنانين التشكيليين بيبقوا مجانين شوية. وهي صالة كده بس؟ لا، في مطبخ أهو وفي حمام جوه كمان. يعني أنت بتنام في الصالة؟ أمال هتتجوز إزاي؟ الفسحه دي؟ لا، ما انا هبقى اقفل الحته دي، هعملها اوضه، هعمل بارتيشن هنا وهعمل فيه باب عشان يطلع من الاوضه. لا 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 لا، ما تتعبش نفسك، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. اسمع يا استاذ شادي، بنات الناس ما بيتجوزوش في استوديوهات، بنات الناس ما بيعيشوش عيشه بوهيميه زي اللي انت عايشها دي. وبعدين في اصول عشان تتقدم لعيله كبيره زي عيله عزو. أنا جاي أبلغك إن طلبك مرفوض، وبحذرك لو حاولت تتصل بداليا مش هيحصل لك كويس. أظن الرسالة وصلت.